محطتنا الطبية لليوم موجهة للمرأة وتحديدا المرأة الحامل أو المرضعة خلال شهر رمضان المبارك. رح نجاوب فيها على العديد من الاستفسارات فيما يتعلق بالنصائح الطبية وتحديدا بهذه الفترة مع الدكتور شادي خلوف اختصاصي الأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. رمضان كريم. يسعد صباحكم. عليكم ان شاء الله. اكيد سلمى بدنا نوجه كمان لمشاهدينا لاي حدا عنده استفسار حول الفقره الطبيه ممكن يتواصل معنا عبر رقم الهاتف الظاهر اسفل الشاشه. بالبدايه خلينا نحكي اليوم بشهر رمضان المبارك عن المراه الصائمه، المراه الحامل او المرضعه. خلينا نبلش بالمراه الحامل. هلا السؤال دائما عند المراه الحامل اللي بتسالني حتى من قبل ما يجي شهر رمضان، انه هل انا بقدر صوم؟ هل وضعي الصحي، وضع الحمل، وضع الجنين رح يكون طبيعي خلال الحمل وبيسمح لي صوم ولا لا؟ هلا بعض السيدات حتى بيكونوا مصرين على انه هن بدهم يصوموا بغض النظر عن وضعهم الصحي. الجواب حقيقة هو حسب الحالة، ما عندنا شيء ثابت انه المرأة الحامل اكيد ما لازم تصوم او المرأة الحامل هي اكيد مسموح انها تصوم. نحن بنقول غالبا انه بالثلث الاول والثاني من الحمل غالبا عند اغلب الحوامل خاصة اللي ما عندهم مشاكل صحية، اللي ما عندهم ارتفاع توتر شرياني، اللي ما عندهم امراض سكري، اللي ما عندهم امراض كليه، اي مرض ممكن يكون مزعج للحامل بيتطلب انه هي تاخذ ادويه بعدد يعني باوقات مختلفه من النهار، فهدول مسمح لهم انه يصوموا. نحن غالبا ما بنفضل لاي حامل حتى لو كانت ما عندها اي مشكله صحيه انه تصوم بالثلث الثالث. الثلث الثالث هو الثلث الاخير بالحمل، يعني خلينا نقول شهر سابع وثامن وتاسع، بيتطلب كميه سوائل كبيره خاصه بفصل الصيف. طبعا نحن هلا عم نحكي عن الصيام والحمل بالوقت الحالي تبعنا، يعني ما فينا نفترض اذا لما بيكون بالشتويه بصير بحث اخر وحكي اخر، بس وقت الحالي عندنا 15 او 16 ساعه صيام بدون سوائل، موضوع صعب خاصه بالثلث الثالث من الحمل. فلذلك فعلا صعب على الجنين، يعني لما كثير صعب ان كان ثلث اول ولا ثاني طبعًا ولا ثالث، هي قديش هي فعلا في خطوره نوعا ما. حقيقه نحن يعني عم نشوف حاليا انه في سيدات جربوا انه يصوموا وعم يدقوا لنا انه ليستشيروا انه انا كثير تعبانه، كثير عندي خمول. حاله الخمول بتصيب السيده بعد 16 ساعه من الصيام الحامل طبعا صعبه، والثلث الثالث مع الشوب وارتفاع درجات الحراره، قله السوائل، نقص السكر اللي ممكن عم يصير بكون احيانا خطير عند هدول السيدات، مشكله. ولما انت في عندك ثلاث جرعات احيانا من الادويه فالا ما يكون في بعض الجرعات خارج اوقات الطعام، فلذلك صعب الحقيقه الموضوع نقدر نضبطه بين الفطور والسحور عند هدول السيدات، وصعب نقدر نضبط كميه السوائل بين الفطور والسحور عند هدول السيدات. يعني سيده متزوجه وعندها اربع اطفال فهي مسؤوله عن بيت دوبت تقدر تلبي اموره بين فتره الفطور والسحور، قديش فاضيه انها تنتبه لحالها وتشرب كميه سوائل كافيه. فلذلك هدول السيدات بالذات نحن ما بنفضل ابدا انه يكون عندهم صيام، خاصه لو ما عندهم امراض اخرى غير وضع الحمل اللي ممكن يكون موجود. طيب دكتور، إذا حكينا عن المرأة المرضعة أيضا خلال هاي الفترة رمضان، يعني بتعرف إنه إحنا بيقولوا بالأيام العادية هي لازم تشرب سوائل كتير لحتى تعوض عن الحليب اللي عم ياخده البيبي، طيب إذا بدها تصوم كيف بده يصير الموضوع؟ تقريبا فينا نقول نفس الشيء. المرأة المرضعة الحقيقة هلا هي ما عادت ما عندها أتلات، هي عندها يعني ارضاع على مدار ال 24 ساعه للبيبي او المولود الحديث تبعه. هلا الفرق الحقيقه هو هل نحن بمرحله الارضاع الاخيره، يعني هل السيده صار لها سنه عم ترضع ولا هل السيده مولده من 15 يوم وهلا بدها ترضع، هذا كله تختلف بيفرق طبعا بيلعب دور بالقصه. فلذلك نحن ما كثير بننصح السيدات الولدانين حديثا سواء شهر او شهرين او ثلاثه، يعني ما زالوا بفتره الارضاع القصوى بذروه الارضاع وما زال الجنين معتمد عليهم بالارضاع 100%، هدول ما كثير بنفضل انه هن يصوموا، لانه كمان بنرجع بنحكي عن السوائل، كميه السوائل اللي هي بتنقص خلال ال 16 ساعه، وبالتالي انا الجسم يلي بده يعطي جرعات ارضاع كبيره او عدد مرات ارضاع كبيره لهذا المولود يلي عم ياخذ كل ثلاث ساعات رضعه، صعب كثير حقيقه انه تقدر السيده تقوم بالمهمه بدون ما تكون عم تاخذ سوائل. فلذلك نحن عند هدول السيدات ما بنفضل ابدا انه يكون في صيام. هلا بتكون صار لها سنه ولدانه وعم ترضع، يعني حتى هون الموضوع بقى الارضاع اصلا صار ما بقى بالفائده نفسها، لانه الولد عم ياخذ اصلا اكل من يعني اكل ثاني، وصار الولد عم ياخذ سوائل وصار عم ياخذ رضعات صناعيه اكيد، فصار موضوع الارضاع هو عاده اكثر ما انه فائده لهذا المولود. فلذلك ما عاد تقريبا في مشكله عند هدول السيدات، فلذلك فتره
اللي بتمر فيها السيدة هي المهمة كثير لحتى نقدر نحدد هل نحن نقدر نسمح بالصيام ولا لا. طيب خلينا نحكي مثل ما قلنا دكتور، يمكن الحالات بتختلف إن كان السيدة صائمة ولا إن كانت السيدة مرضعة. خلينا نحكي عن السلوك الغذائي، قديش فعلا بيلعب دور يمكن بالبنية الجسدية للمرأة إذا فعلا هي قادرة على أن تصوم. طبعا يمكن الانتباه للغذاء هو أهم شيء، للسوائل بشكل مستمر، لشرب الماء بشكل مستمر. هلأ نحن بده يكون في اتفاق أصلا بيننا وبين السيدة يلي ناوية أن تصوم، ونحن مبدئيا ما عندنا مشكلة أن تصوم سواء كانت مرضع ولا حامل، انه نحن لازم يكون في عنا اجراءات معينه لازم السيده تتبعها بين فتره الفطور والسحور. طبعا اكيد اولا ما لازم يكون عندها اي مرض اخر بيمنعها من الصيام او بيصعب عليها عمليه الصيام، فنحن ما بدنا نعمل تحدي اكثر من اللازم لجسمنا وبالتالي نفشل بالاختبار ونوع المشاكل. هي نقطه مهمه، الكل بيقول جسمه انه قادر ان كان سيدات ولا رجال انه انا بقدر صوم، ليش حتى ما اصوم 100%. يعني مثل ما قلت السيدات اللي عندهم مثلا مشكله يعني سكر او اللي عندهم داء سكري، هذول صعب كثير اصلا انه يقدروا يصوموا حتى لو ما هن حوامل، لانه السكري يعني مرض بيتطلب تغذيه معينه، بيتطلب انه اخذ الانسولين باوقات معينه، بيتطلب شيء مع الاكل، شيء بعد الاكل، شيء قبل الاكل، فموضوع اصلا الصيام صعب. بس احنا حقيقه في يعني سيدات بيبقوا حابين يعني يدخلوا بهذا التحدي، ما بعرف ليش انا، فلذلك لازم يكون في اتفاق دائما بيننا وبين السيده انه لازم يكون في كميه يعني كمية متنوعة من الأكل لازم أو الغذاء لازم تاخده هاي السيدة بين الفطور والسحور، لازم كل ساعتين نحاول ناكل، ما لازم ناكل وجبات كبيرة، وبالتالي أنا بعدها ما بقى بقدر باكل فترة طويلة لأنه أنا بعدين أصلا رح أرجع أمتنع عن الطعام والشراب لمدة طويلة 14 15 16 ساعة، فلذلك بهاي الفترة لازم أخذ سوائل منيح، لازم يكون عندي سكاكر منيح، لازم حد السيدات اللي بيعانوا من هبوط توتر شرياني هذا كمان مزعج أحيانا أكثر من ارتفاعه، نحن بنفكر إنه المريض اللي بينزعج فقط من ارتفاع التوتر الشرياني ارتفاع السكر، لا هو هبوط السكر يمكن أغلبنا مجرب أحيانا لما بينقص السكر شو بصير معه، يعني بيرجف كله، بيصير عنده دوخة، في سيدات بيغيبوا عن الوعي، وهبوط التوتر الشرياني كذلك بصير عندهم رشفة، فوضع أصلا كله ما هو طبيعي، وبالتالي أنا لما إذا السيدة حامل وعم ينقص عندها السكر او عم يصير عندها هبوط توتر شرياني، فالجنين رح يكون متأذي الاول من هذا الحدث، وهذا طبعا غير مرغوب فيه. نعم. فلذلك لازم يكون في تناول غذاء بشكل كثير متوازن وسوائل بكميه كثير كافيه. اذا السيده رغبانه تصوم، نحن مبدئيا ما عندنا مانع من انه تصوم حتى نقدر نمضي هذا الشهر الكريم بشكل كويس، ما يأذي لا السيده ولا صحتها ولا صحه الجنين اذا حامل. نعم دكتور معنا اتصال. الو صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير، رمضان كريم. صباح الخير، تفضلي. رمضان كريم. دكتور شادي معك، شو بتحبي توجهي له سؤال؟ دكتور بدي اسالك عن القرحه بالرحم، ممكن معالجتها بالكويه، وكمان بدي اسال عن تاثيره على الحمل من بعد اذنك. بس عفوا انا ما سمعت، بس ممكن تعيدي السؤال؟ بس تعيدي السؤال، تعلي صوتك شوي سمعتي. دكتور كان بدي اسالك عن القرحه بالرحم، ايه هل ممكن معالجتها بالكويه؟ وما كانت تأثر كمان على الحمل؟ طيب انت عم تحكي عن القرحة اثناء الحمل. تمام. طيب هلا نحن اول شيء القرحة بالرحم هي عم تحكي عن قرحة هي تكون موجودة بعنق الرحم، وبالتالي عنق الرحم هو الجزء اللي احنا نقدر، هو الجزء الوحيد من الرحم نقدر نشوفه بالعين المجردة عملية الفحص النسائي اللي نشوفه. معلومة كثير مهمة بدي اوضحها، انه موضوع الكي اللي نحن للأسف ما زلنا من مارسه ببعض الأماكن هو صار ممنوع كليا، ما لنا بحاجة نعمل كي لأي قرحة عنق رحم بالوسائل الكي اللي احنا ما زلنا منطبقها ببلدنا. المعالجة الدوائية كتير بتكون كافية قد ما فينا نبعد عن موضوع الكي اللي هو مؤذي أحيانا لعنق الرحم، مؤذي حتى للحمول اللي بعدها إذا صار في أذية بعنق الرحم، فلذلك المعالجة الدوائية كتير بتكون كافية. حتى إذا اكتشفنا وجود قرحة عنق الرحم أثناء الحمل، فنحن فينا نعطي معالجات دوائية تكون كافية، نحاول نبعد قدر الإمكان عن الكي، لأنه الكي لم يعد إجراء يعني منصوح به، فخلينا نبعد عنه قدر الإمكان، لأنه المعالجة الدوائية كتير 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 كافية. اسمعوا مني، بعدوا عن الكي لأنه إجراء سيء وراد ومزعج جدا للسيدة. وكان يمكن الشق الثاني من السؤال، قديش بتأثر على الحمل؟
هلا اذا عم نحكي الكي قديش بياثر على الحمل فاكيد القرحه قديش بتاثر على الحمل. القرحه الحقيقه هي هي موضوع التهابي فهي القرحه اثناء الحمل اذا قرحه هي انتانيه فقط فموضوع المعالجه الدوائيه بيحل المشكله وما بيكون في معاناه للحمل ابدا. اما اذا القرحه هي صار في تبدل خلوي فهون دخلنا ب يعني بطريق ثاني من التشخيص ومن من المعالجات اللي يمكن نحن خلال الحمل ما بنقدر انه نعملها مضطرين نعملها لانه بنلجأ لخزعات ولا تخدير احيانا ممكن نضطر للتخدير عام لنقوم بهي الخزعه. فنحن بدنا نحاول نكون السيده مشان هيك نضل نرجع للشيء دائما نقوله كلمه السر اللي هي الوقايه لانه لازم اكون قبل ما احمل مخططه للحمل وانا مطمنه على يعني امور هاي المنطقه حتى انا ما يكون ما اتفاجئ بوجود مشكله كبيره مع الحمل اللي هو ما له مشكله ولكن هو تغير فيزيولوجي انا اثناؤه ما في كثير اعمل شغلات وطبق معالجات وعمل يعني يعني اخذ ادويه كثير. فلذلك نحن كل ما اطمن على حالنا قبل بكون احسن اكيد. نعم يعني دكتور مثل ما قلت يمكن في مشاكل كثير مثل ما وردنا بالاتصال السابق، شو في كمان يمكن مشاكل شائعه عم بتواردك او عم تيجي عم توردك على العياده لسيدات الحوامل خلال فتره رمضان؟ هلا السيدات الحوامل اكثر شيء الحقيقه اللي بنعاني معهم اللي هو موضوع الادويه، سواء انه بياخذوا ادويه بدون ما يسالوا او ينتبهوا لشو عم ياخذوا او انه نحن مكون ناصحينه بتناول انواع معينه من الادويه اللي هي امنه جدا خلال الحمل بيقوم بياخذوا شيء بديل عنا او ما بياخذوا شيء ابدا. يعني سيده عندها مثلا التهاب قصبات شديد مضطرين انه نعطيها ادويه حتى نحن نسيطر على الحاله اللي هي بتكون مزعجه جدا لها ولصحتها ولصحه الجنين. فهن في سيدات عندهم رعب من تناول اي دواء خلال الحمل فبيقولوا لنا انه عم ياخذوا دواء هنا بيكونوا ما عم ياخذوا شيء ونتفاجئ بعدين انه سيدي ما عم تاخذ دواء ودخلنا من التهاب قصبات بسيط الى ذات رئه ومشاكل اخرى. هذا خوف يمكن دائم عند المراه لانه بسبب يمكن ظواهر قديمه او اخطاء شائعه سابقه لانه في تراكم موجود بالذاكره عند سيداتنا بانه يعني كان في سيدك ستي ولا امي ولا بال يعني بالتواصل اول فكره بتراودها انه ممكن طبعًا يصير تشوهات مع الجنين فحتى السيتامول بتخاف انه تاخذه. فلذلك لازم يكون في طبعا لازم يكون في ثقه كبيره بين المريضه او خلينا نقول الحامل اللي هي ما أنا مريضه حامل والطبيب حتى يقدر اي شيء طبيب بينصحها فيه تكون ماشيه فيه بالشيء المضبوط لانه هذا هو الاهم. نعم بنحاول دائما. كمان معنا اتصال ثاني. الو يسعد صباحك. الو الو صباح الخير. الو الو صباح الخير رمضان كريم. يا اهلا وسهلا فيكي تفضلي حضرتك ام لؤي. ايوه تفضلي الدكتور مع حضرتك شو تحبي تسالي؟ ايوه نعم يسعد صباحي طبعا تفضلي انا في تاخذ عدد على المريض يعني كنت رقم المريض وفي تاخذ عدد طيب هلا المريض تعدد كيسات حقيقه يعني صرنا حاكين فيه كثير هو مشكله شائعه جدا بهي الفتره لدرجه انه حتى في صبايا او سيدات ما عندهم المشكله عم تتشخص لهم او هن عم يشخصوها لحالهم قد ما المشكله صارت شائعه. المبيض تعدد كيسات هو ببساطه هو اضطراب هرموني بيؤدي ارتفاع الهرمون الذكري بيعمل ضخامه بالمبيض بصير عندنا مشكله تلاقي باضه بصير ما في دوره احيانا وبالتالي بصير في زياده بوزن السيده او الصبيه. فالعلاج هو علاج دوائي بحت نادرا ما نضطر لاجراءات جراحيه اللي هي بتكون ببعض الحالات نادره جدا. فالعلاج دوائي فقط وكافي ولكن ممكن يكون لمده طويله فما تاخذوا شهر وشهرين وتوقفوا الدواء لانه اذا الطبيب نصح بتناول الدواء لمده 6 شهور واحيانا لسنه لازم نكون موافقين معه وناخذ الكميه والمده اللي الطبيب نصحنا فيها لانه هذا الانسب. اكيد يمكن دكتور كمان هذا مرض كمان صار شائع بشكل كثير كبير عند طبعًا الصبايا طبعًا. يعني قبل ما كثير كنا نسمع انه في مبيض متعدد الكيسات هلا عم نشوفه بشكل كثير كبير ويمكن عم نتفاجئ بالاعمار يعني عم نلاقي مثلا بال17 مبكر جدا طبعًا. ب18 طبعًا. اعمار مبكره شو السبب اذا فينا نقول هلا السبب هلا حكينا عم نحكي تحت الهواء الحقيقه في يبدو انه في هلا في نظريات متعدده كسبب للمشكله او للتوضيح كسبب للمشكله ولكن يبدو انه في النظام الغذائي اللي احنا او انواع الاغذيه اللي صرنا عم نطبقها بحياتنا اليوميه كثير عم تنعكس على هذا الموضوع. البدانه اللي صارت كثير موجوده عندنا ويمكن من 20 او 30 سنه ما كانت موجوده بهالنسبه او بهالكميه صارت كثير عم تنعكس هرمونيا على الجسم فلذلك نعم. هذا كثير عم يكون في له ارتكاز نعم. سلبي. نعم دكتور معنا اتصال كمان يسعد صباحك. مرحبا صبايا.
اهلا وسهلا، يسعد صباحك، رمضان كريم. مرحبا دكتور. يسعد صباحك، اهلين. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. دكتور بدي اسالك عن الليف بالرحم. ايوه. هل اذا انترك فيه اشكاليه ولا معني انه يضل ما فيه خطوره على الحياه يعني او من امراض ثانيه؟ طيب. يتحول لشيء ثاني. طيب. هلا رح نبلش اول شيء من الاخير. الليف هو هو ورم سليم، نحن بنسميه ورم ولكن هو ما له من الورم اللي احنا بنفكر فيه دائما. هو تكاثر خلوي، تحولت خليه الرحم لخليه ليفيه، جمعت مع بعضها وعملت حجم معين. هلا ما في اي مشكله من انه بيتحول هذا الليف لشيء خبيث، وبالتالي هو ورم سليم جدا، ولكن الاحجام هي بتخلينا نلجا. هون الاحجام اللي بتكون مخيفه طبعاً، لانه طبعاً. احيانا بتتفاجئ يعني لما عم نحكي عن 2 و3 و4 و5 سم، فهذا ليف ممكن نحن نطبق عليه معالجه دوائيه ونصبر عليه اكبر فتره ممكنه، لكن لما عم نحكي عن ليف 7 و8 و10 و15 سم وقريب على جسم الرحم اكثر، قريب على بطانه اكثر، عن سيده متزوجه وترغب بالانجاب، فهذا اكيد لازم نلاقي له حل ولازم نستأصله 100%. فحجمه ومكانه سريع ليه؟ بينمو بشكل سريع ليه؟ هلا هو اصلا خاضع للتحريض الهرموني، فطالما نحن ما عم نعالجه وما عم نراقبه فممكن احيانا بشهرين يصير بحجم كبير، فلذلك برجع بقول مكانه وحجمه كثير بيلعبوا دور بانا نوع الاجراء اللي انا بدي اعمله، وبالتالي ممكن 2 سم بمكان لازم شيله و5 سم بمكان اخر وما لازم شيله. نعم. فهذا كثير. نعم دكتور، معنا كمان اتصال وبدنا نلحق ناخذ اكبر عدد من استفسارات المشاهدين. الو، يسعد صباحك. الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم. رمضانك كريم علي وعليك ان شاء الله. وعليك يا رب. دكتور شادي مع حضرتك، تفضلي، شو بتحبي تسالي؟ ممكن اسالك دكتور سؤال ولا لو سمحتي؟ تفضلي. صباح الخير. صباح الخير دكتور. تفضلي. اهلا، انا بدي اسالك، انا حامل لي 6 شهور. ايوه. هلا وقت عم انا حامل لي 6 شهور. ايوه. بقى وقت عم صوم كثير عم ينزل ضغطي وعم جوخ. هلا بيأثر هذا الشيء انه على الجنين ولا اني ما صوم احسن؟ لا طبعا 100% رح يأثر، فانت اعطيتي يعني اعطيتي المشكله والحل لها، اكيد الصيام بوضعك الحالي ما له محبذ كثير وما له مفضل، نحن بنصحك بانه يعني ترجع لحياتك الطبيعيه، ما لازم يكون في صيام بهي الفتره، خاصه انه عم يصير عندك يعني عمل الدوار والدوخه وهبوط التوتر الشرياني وانخفاض الضغط، فهدول كثير رح يكونوا مؤذيين لصحتك وصحه الجنين، فلذلك احنا بنفضل انه ما يكون في صيام بهي الفتره، لانه هذا موضوع الحقيقه رح يكون مؤذي، فخلينا يعني نخفف منه ونبعد عنه بهي الفتره خاصه. ويمكن هذا اللي حكينا عنه ببدايه الفقره، قديش فعلا طبعاً. في كثير من التفاصيل المراه اليوم ما بتعطيها أهمية، بس إلى أهمية كتير كبيرة، لأنه هي بتأثر على بنية جسدها، على الجنين بشكل كتير كبير، فيجب استشارة، فعلا استشارة طبعاً. من الدكتور بشكل مستمر. رح نتابع حديثنا معك دكتور شادي، بس ننتقل هلأ لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي بهاء الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور. موجز لهم وآخر الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد مصدر عسكري أن طيران ما يسمى بالتحالف الدولي أقدم بالاعتداء على أحد مواقعنا العسكرية على طريق التنفي منطقة شحيمة بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وبعض الخسائر المادية. المصدر أشار إلى أن هذا العدوان جاء ليؤكد مرة أخرى موقف هذه القوى الداعمة للإرهاب في الوقت الذي يحقق فيه الجيش العربي السوري وحلفائه إنجازات يومية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وتابع المصدر إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر من مخاطر هذا التصعيد وتداعياته، وتدعو ما يسمى بالتحالف الدولي للكف عن مثل هذه الأعمال العدوانية تحت أي ذريعة كانت، وتؤكد في الوقت نفسه أن الجيش العربي السوري وحلفائه مصممون على مواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش وجبهات النصرة ومطاردة فلولهما على جميع الأراضي السورية.
أكد مصر عسكريا أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور وبدعم بضربات الطيران ورميات مدفعية أحبطت هجوم مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي باتجاه قطاع الاتصالات وباتجاه البانوراما وتلت الصنوف وتلت بروك، وأوقعت أكثر من 50 قتيلا بين صفوفه. إلى ذلك سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة على التلال الحاكمة شمال شرق تدمر، فيما تواصل تقدمها في مطاردة فلول إرهابي التنظيم التكفيري في تلك المنطقة. أعلن مصدر مقرب من اجتماع أستر بخصوص الأزمة في سوريا أنه ليس هناك حتى اللحظة ما يضمن انعقاد الاجتماع القادم في 12 من حزيران الحالي، وذلك نظرا لعدم تحديد أطر مناطق تخفيف التوتر في سوريا حتى الآن. وقال المصدر في تصريح للصحفيين في موسكو إن المحادثات بشأن الاتفاق على حدود هذه المناطق مستمرة بين الدول الضامنة وينبغي أن تكتمل بحلول 12 من حزيران الحالي، مبينا أنه يجب أن يكتمل الاتفاق في موعد أقصاه 12 من حزيران، ولكن المشكلة هي أن تركيا تعيق عملية التنسيق تحت ذرائع مختلفة، وهذا يظهر أنها ليست جاهزة بعد لعقد اجتماع أستانا في 12 من حزيران. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي نادي كاتيلوف أن المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا سيزور موسكو غدا الخميس لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية سيرجي لافروف بشأن الأزمة في سوريا. وأوضح كاتيلوف أن هذه الزيارة تجري في إطار الاتصالات الدائمة مع المبعوث الخاص لتبادل الآراء حول الوضع الحالي في تسوية الأزمة في سوريا ومناقشة الخطوات المحددة بشأن تنشيط عملية المحادثات السورية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهم شرق بلدة خزاعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء بأن الشاب فادي إبراهيم النجار أصيب بجروح خطرة أدت إلى استشهاده. كما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان والفتية ما أدى إلى إصابة 20 فلسطينيا بحالات اختناق. قتل أحد حراس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وأصيب 7 أشخاص آخرين جراء قيام 4 مسلحين باقتحام مبنى المجلس وإطلاق النار داخله صباح اليوم. وفي حادث منفصل قال علي خليلي المدير العام للعلاقات العامة في مرقد الإمام الخميني جنوب طهران أن مسلحا أطلق النار في المرقد ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح. بدورها أفادت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن قتلت أيضا مسلحا واعتقلت امرأة في مرقد الإمام الخميني، مشيرة إلى أنه تم إغلاق محطة مترو للأنفاق قرب المرقد بعد التفجير الانتحاري. نهاية الموجز، والآن نعود للزميلات في استوديو صباح نغير. هل تشك بذلك أستاذ سومر؟ شكرا لك بهاء. أما هلأ مشاهدينا منتابع حديثنا مع الدكتور شادي خلوف. أكيد نور، وفي كتير اتصالات دكتور عم تجينا، ومعنا اتصال هاتفي. ألو، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، يسعد صباحك. أول شيء نطرناكي. صباح النور عادي ولا أي مشكلة. أهلا وسهلا فيك. علينا وعليك يا رب. تفضلي دكتور شادي، معك شو بتحبي تسألين؟ دكتور أنا صباح الخير دكتور. أولا سعيد صباحك. أنا صيام ما عم فيني صوم لأنه عم يصير عندي هبوط سكر. أنا عمري بال 30 سنة. نعم. بصير عندي هبوط سكر وألام بالكلاوي كثير كثير كثير. أثناء الحمل يعني؟ لا لا ماني حامل. أنا 53 سنة وأثناء الصيام. أنا آسف جزء أول ما سمعته. إيه تمام. وصيام ما بقدر صوم، بصير عندي هبوط سكر. طيب وبتعب كثير اثناء الصيام. شو السؤال؟ ودكتور عندي هبات عطول، هبات تعرق زايد. هلا اكيد اذا حضرتك عم تستفسري عن انه هل فيك تصومي ولا لا، فاكيد وضعك الصحي الحالي ما بسمح لك انه تصومي. اذا في نوبات نقص سكر شديده فهذا رح يكون مؤذي، وخاصه اذا عم تقولي حضرتك عمرك 53 سنه، عمر الطويل، فنحن عم نحكي عن مرحله اللي هي ما بعد سن او حول سن الحكمه، وبالتالي السيدات بهالفتره بنعرف قديش هن بيعانوا من القلق والتوتر والعصبيه، وبنفس الوقت ما بيكونوا بيقدروا يناموا، احيانا عندهم هبات فظيعه، فصعب بهي الفتره انه تقدر السيده تصوم. يفضل احنا نتجاوز هي المرحله
يعني بدون ما يكون في صيام حتى السيدة تقدر توصل للتوازن الهرموني بالجسم وبالتالي التوازن الصحي، وبعدها بتقدر تصوم اكيد بكل راحه، بس حاليا ما كثير مفضل وخاصه مع وجود نوبات نقص السكر. كنت عم تقول عم بتصيب حبات شوب طبعا وطعبه. الحبات الساخنه والبارده اللي بتصيب السيده اللي يعني الفتره هي نقص الهرمونات الحاد اللي بلش يصيبها قصور المبيضين، فهي بتكون قاعده السيده بتحس مثل كانه حدا اول شيء كب سطل المي سخنه بعدين سطل المي بارده، فالحقيقه مزعج جدا الموضوع، غير التعصيب والقلق والتوتر اللي بيكون موجود. في يمكن ادويه اسمها هرمونات بديله ممكن تاخذها؟ هلا نحن الحقيقه لحد من سنتين كنا نقدر كان في يعني سماحيه اذا نقول دراسات تسمح بانه نحن نطبق الشيء بنسميه العلاج الهرموني المعيض، يعني نعطي هرمونات اللي كانت نقصت بالجسم تعويضيه. هلا الحقيقه صار الشيء الجديد بيقول انه احنا نبعد عن هذا الموضوع قدر الامكان، اكتشفوا انه كما طبعا اكتشفوا بعد عشرات السنين انه مضاره اكثر من فواده، صرنا عم نحاول نلجا للشيء الطبيعي اكثر، للغذاء الطبيعي اكثر، للمكملات الغذائيه اللي هي بتعوض الهرمونات وناخذ تاثيرات الايجابيه للهرمون بكون بدون ما يعني عم ناخذ هرمونات. ضد قولا واحدا ما في خيار اخر. كيف؟ ضده قولا واحدا. طبعا طبعا قد ما فينا نبعد عنه بكون احسن الا بحالات معينه، بس قد ما فينا نبعد عنه بكون احسن. يعني دائما دكتور نحن بنقول بشكل عام اي شيء ما بيكون واصفه طبيب بحاله معينه لازم نحن نبتعد طبعاً عنه، وما يكون في هذا اللي هو الطبيب الجار، يعني تبع انه جارتي شو عم تاخذ من جيراني كذا. هي الطبيب هو جاري. اي الطبيب هو جاري او حدا بعرفه انه شو اخذ، هي لازم يمكن ننوي عليها. ونقطه كثير مهمه لانه انا يعني عم شوف من جديد استشارات تجينا على فيسبوك وعلى الانترنت بيقروا على الانترنت طبعا وعلى الجروبات اللي هي للامهات ولل يعني بتشوفي الحكي لبين ما توصلي انت لتعطي الراي بتكون اخذت 150 راي شخصوا يمكن خلص يعني تشخص المرض وعطى الراي. فرجاء خلينا نكون ناخذ القصه برواق اكثر، خلي كل واحد يشتغل بالشيء اللي هو بيعرفه اكثر واثق منه اكثر، لانه حرام التشويش. ويمكن احيانا الموضوع بنيه طيبه اكيد، ولكن بيعمل تشويش هائل على هدول السيدات. هون بتلعب دور يمكن الثقافه طبعا حول هيدا الموضوع، لانه في عندك يمكن خلل بالثقافه الطبيه. نحن شعب نحن بنوصل المعلومه بسهوله وبسرعه، يعني انا هلا صار عندي مشكله بعد دقيقه بدي اعرف شو حلها، فشو الوسيله بتوصلني بعملها بغض النظر عن شو نوعيه جواب بدها تجيني. نعم. يمكن استشارة الطبيب هي أهم وسيلة طبعا بضل هذا يعني بدل ما أقضي ساعة على الإنترنت عم حاول أحصل على معلومة بروح لعند الدكتور ما بدأ حتى أحيانا إذا ما قدران وصل للطبيب بجسمي وصل له على القليلة تليفونيا يعني لحتى أنا أقدر استشير أنه هذا الشيء بدي أعمله مزبوط ولا ما أنه مزبوط، لأنه حرام أحيانا عم شوف ممارسات سيئة جدا عم تكون مؤذية حقيقة للسيدات نفسيا وجسديا يعني. اكيد يعني دكتور استفسارات كثير عم تجينا سواء بالاتصالات او حتى على موقعنا على الفيسبوك لما بيجينا لما بنقول انه عندنا فقره صحيه، يمكن اكثر شيء برمضان هو انا حامل فيني صوم ما فيني صوم، امتى فيني ما فيني، بالثلث الاول بالثاني بالثالث. بالعموم النصيحه اللي انت بتشوفها كالافضل للسيده بشكل عام الحامل خلال هذا الشهر. هلا الافضل انه نحن اكيد يعني قليله لفي يعني عدد السيدات اللي بيراجعوا وبصير معهم الحمل اثناء يعني شهر رمضان الكريم هن اقل، وبالتالي غالبا نحن عارفانين انه احنا حوامل ورح وجايه شهر رمضان، فخلينا نتفق نحن والطبيب، خلينا نعمل استشاره مفصله عند الطبيب لنعرف حالنا نحن فينا نصوم ولا لا، هل نحن ممنوع انه نصوم طبعا بسبب صحي ولا نحن مسموح لنا انه نصوم لانه صحيا ما راح يصير عندنا مشكله. خلي الاستشاره تكون موجوده ونتفق على اللي نحن بدنا نعمله لحتى نروح على شهر رمضان ونحن عارفانين شو بده يصير، لانه يعني نحن رمضان ما بيجينا بين يوم وليله، نحن بنكون عارفانين انا حامل شو هو وضعي وانا مقبله على شهر رمضان. هي الاستعداد مرحله كثير مهمه طبعا طبعا، وبالتالي التواصل مع الطبيب دائما برجع بقول الثقه دائما بين المريض والطبيب. ونحن الحقيقه انا كمان بنشوفها هي مشكله انه السيده بتكون هي وحامل 9 أشهر مبدله 15 طبيب، كمان هذا مؤذي، لانه مو لانه كل طبيب عنده راي، لانه كل طبيب عنده شخصيه، وبالتالي خلينا نكون نستقر اصلا هيك بتروح المتابعه اللي هي طبعا ما عاد في متابعه، يعني انا اذا بتجي سيده لعندي بالشهر التاسع يعني انا كل مسير الحمل ما بعرفه ما بقدر اعرفه، وبالتالي خلينا يكون في طبيب
هو اللي احنا معتمد، هو الشخص اللي بيقدر ينصحنا، وكل الاطباء عندهم القدره الكافيه العلميه والطبيه والاخلاقيه ببلدنا لحتى يعطوا النصيحه الواجبه واللي بتعطي الصحه الكامله اكيد للجنين وللحامل. بدنا نشكرك الدكتور شادي خلوف على حضورك معنا دكتور بالامراض النسائيه ومعالجه العقم، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا، شكرا لك دكتور شادي، وانت بخير، وان شاء الله يا رب يكون كل اللي جاوبنا على اكبر قدر ممكن من الاستفسارات للناس، واي حدا بيحب يستفسر مثل العاده بيقدر يتابع الاعاده او حتى انه يبعث على الفيسبوك. شكرا لك دكتور، سعيد. نهارك سعيد.